النهارده دكتور خالد ابو غفار وزير الصحه عمل جوله ميدانيه استمرار للجولات الميدانيه اللي بيعملها سواء في المحافظات او في المنطقه المركزيه او القاهره الكبرى. النهارده تفقد مستشفى المنيره العام ومستشفى احمد ماهر التعليمي، وخلال جولته والميدانيه المفاجئه اللي قام بها دكتور خالد ابو غفار النهارده بيتابع سير العمل والاطمئنان على جوده الخدمات التي تقدم الطبيه المقدمه للمواطنين. ودكتور حسام ابو غفار متحدث باسم وزاره الصحه قال ان الوزير دكتور خالد ابو غفار بدا الجوله بمستشفى المنيره العام، تفقد اقسام الطوارئ زي ما احنا بنشوف والعنايه والاطفال والاشعه والمعامل. حرص وزير الصحه على تفقد الغرف الداخليه ايضا للوقوف على الخدمات التي تقدم للمرضى زي ما احنا ايضا بنشوف، وان وجه الوزير باعداد خطه شامله لرفع كفاءه مستشفى المنيره العام. واكد الدكتور خالد ابو غفار اهميه المستشفى اللي بيخدم عدد كبير من المواطنين نظرا لموقعه الجغرافي في منطقه وسط القاهره. وجه ايضا بسرعه تطوير وحدات الاشعه في المستشفى. اضاف الدكتور خالد ابو غفار ايضا انه خلال جولته كما ذكر الدكتور حسام عبد الغفار انه تابع الوزير ايضا في جولته تفقد مستشفى احمد ماهر التعليمي، اطلع على معدلات تردد المرضى على المستشفى، الخدمات اللي يتم تقديمها اليهم، تفقد اقسام العنايه العمليات الكبرى الطوارئ الاستقبال، ووجه ايضا بتجديد اسره قسم العنايه ومستشفى احمد ماهر. طبعا واضح انه الوزير عمل هذه الجوله شاف طبعا الوضع على الطبيعه زي ما احنا بنشوف كده، واضح انه ايه مش سعيد قوي يعني، عشان كده لقى حاجات فقال لهم لا جددوا الاسره، جددوا ارفعوا كفاءه المستشفى. شاف طبعا العدد انه الخدمات اللي بيتم تقديمها بكافه التخصصات بمختلف تخصصات في المستشفى. واضح طبعا شاف مساله النظافه، شايفين برضو ايه مهم انه المسؤول زي ما قلنا قبل كده ومنكررها، يعني مستشفى يعني فيها، شايفين الناحيه اللي هناك دي، ارجع يوسف الصوره اللي قبل دي، الصوره ايوه اللي هناك دي، يعني شايفين برضو ما يعني حاجات ايه محتاجه تجديد اكتر، تشطيب اكتر، تبقى نظيفه، حاجه لازم تبقى نظيفه، الواجهه كمان وجوه كمان، مش الواجهه بس لا، والمكان كله، الطوارئ والغرف والاسره، يعني وزير واضح طبعا ليه ملاحظات لان دي حاجات كلها ايه، ده احنا القرى عندنا دلوقتي والله عندنا امبارح قريه ام دومه، امبارح الوحده الصحيه انضف مستشفى اللي قدام حضراتكم دي، والله انضف، والبطانيات دي بطاطين قديمه قوي قوي، بطاطين قديمه ومتهالكه يعني قديمه، احنا في شتاء كمان لازم تبقى حاجه نظيفه وحاجه، شايفين الاسره قديمه قوي قدام حضراتكم، الارضيات قديمه، يعني حتى المنظر نفسه المريض لما بيبقى في مستشفى بيبقى حتى هو تعبان اصلا بيبقى محتاج حاجه ايه مش تخفف عنه، لا على الاقل يبقى قاعد في حته ادميه يعني حاجه يعني كده يعني، شايفين المشهد. اكيد كل ده ما عجبش الوزير مؤكد، عشان كده قال لهم اعملوا واعملوا واعملوا، يعني ارفعوا كفاءه وجددوا وطوروا واعملوا، وانه يعني تبقى حاجه ايه عايزين جوده خدمات طبيه لائقه بالناس، ولو في اي حاجه واي انه في الاخر انت عايز النهارده بتتكلم على تامين صحي، فانا هعمل تامين صحي وانا عندي حاجات زي كده، لا يعني بتعمل تطوير كبير وتطوير ضخم وانفاق هائل لمنظومه الصحه في مصر. ده طبعا جوله ميدانيه مهمه عملها النهارده الدكتور خالد ابو غفار وزير الصحه. كمان الدكتور خالد ابو غفار النهارده وزير الصحه تراس غرفه الازمات والطوارئ المركزيه اللي كانت اللي موجوده في ديوان عام وزاره الصحه لتطبيق ايضا متابعه احتفالات المصريين باعياد الميلاد المجيده زي ما حضراتكم بتشوفوا، وخطه التامين الطبي. وتابع ايضا الدكتور خالد ابو غفار مع ممثلي قطاعات الوزاره سير العمل في على المحاور المختلفه لخطه التامين الصحي الطبي لاحتفالات اعياد الاعياد الميلاد المجيده، وتتضمن تقديم زي ما احنا ما شفنا في التقرير من شويه تقديم خدمات علاجيه اسعافيه وقائيه والوقوف على اي تحديات. ايضا الوزير اطمئن على تواجد الفرق الطبيه بجميع المستشفيات لتقديم الخدمات الطبيه للمترددين من المواطنين، واطمئن على توافر مخزون الادويه والمستلزمات الطبيه. نتابع او نروح لاخر فاصل ثم اعود لحضراتكم.